مثلا ما هي الاقتراحات التي ركزتم عليها بخصوص هؤلاء التجار؟ طبعا يعني بعد انتشار فيروس كورونا ووصوله الى الجزائر، تم اتخاذ عده اجراءات في اطار الحجر، وكذلك ومنها ان الكثير من النشاطات التجاريه والحرفيه توقفت، سواء معناتها على مستوى التوزيع بالجمله او على مستوى التوزيع بتجزئه، بل حتى بعض الورشات الصغرى توقفت. اذا لذلك معناتها اصحاب هذه النشاطات التجاريه والحرفيه التي توقفت تضرروا اكيد، وايضا العمال نتاعهم ايضا تضرروا. هذا ليس خافيا. احنا من الاقتراحات اللي قدمناها سواء الى مصالح السيد وزير التجاره ولاحقا الى مصالح السيد وزير السياحه والصناعه التقليديه، بحيث باعتبار ان النشاطات الحرفيه تابعه لقطاع وزاره السياحه والصناعه التقليديه، تتضمن اولا مسح التكاليف الجبائيه الخاصه بهذه المده، لان يعني ماشي ممكن ان صاحب نشاط تجاري او صاحب نشاط حرفي راه ما يخدمش، النشاط تاعو ممنوع، وفي نفس الوقت نحسبوا له التكاليف الجبائيه او الضريبيه. الامر الثاني، الاقتراح الثاني هو تمكين هؤلاء التجار والحرفيين الذين تضرروا من هذه الاجراءات من الاستفاده من المنح، ولو في اطار ادراجهم في قوائم المستفيدين من 10,000 دينار التي اقرتها السلطات العموميه. كذلك اقتراح اخر، اقتراح ثالث، وهو السماح ببعض النشاطات التي يحتاجها المواطنون المستهلكون بشكل تقريبا يومي، وخاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان، السماح ببعض النشاطات من النشاط، خاصة نشاط الحلويات، نشاط الملابس، باعتبار أن يزداد الطلب على الملابس في الفترة القادمة، وبعض النشاطات الخدمات الأخرى حتى السيارات الأجرة، بعض فتح المجال لممارسة النشاط بالنسبة لبعض الورشات مثل ورشات النسيج وورشات إنتاج الأحذية. هذه كلها من جهة الهدف تاعها هو تلبية الطلب، والهدف الثاني هو التخفيف عن هؤلاء التجار والحرفيين المتضررين. يبقى النقطة المشتركة هي تشديد الإجراءات الخاصة بالحجر، وتشديد إجراءات الوقاية من انتشار الفيروس، وخاصة التباعد الاجتماعي. حتى احنا مستعدين سواء بالنسبة للتجار أو الحرفيين أن إذا سمحوا لهم بالنشاط يطبقوا بصرامة شرط التباعد الاجتماعي، مثلا اذا كان دخل الزبون للمحل ما يدخلش الثاني او الثالث حتى يخرج الاول والثاني.